باستفاضة أكتر عن المنطقة، هل هيكون ليها جزء تاني أو أنتوا بتخططوا لإيه الفترة الجاية جنب مشروع روضة العبور؟ كتخطيطنا احنا بقى في جهاز العبور، تم موافقة فنية على 11 عمارة هننفذهم بإذن الله في المدينة، هي سكن لكل المصريين. أما قبل المشروع روضة العبور فتم الانتهاء من كومباوند جنة للإسكان الفاخر وجنة العبور، وده مكان مميز جدا وموجود في مركز المدينة. على مساحة قد إيه؟ ده 20 فدان. 20 فدان مكون من تكلفة 400 مليون جنيه. ده بيتكون من 34 عمارة سكنية، 816 وحدة. طبعا متكامل، طبعا به حمام سباحة، مبنى اجتماعي، مسجد، بحيرات موجودة صناعية، ومحاط بسور، طبعا خدمات وإداري وتجاري. طبعا في خدمات موجودة كلها متكاملة. طب خلينا نرجع تاني لروضة العبور النهاردة، ايه الخدمات اللي انتوا بتقدموها للمشروع في المشروع؟ طبعا احنا زي ما بنمشي بالتوازي في تنفيذ العمارات بنمشي في تنفيذ الخدمات لخدمة أهالينا اللي تبقى موجودة في المشروع. فبفضل الله تم الانتهاء من مدرسة تعليم أساسي دي 66 فصل، وتم تسليمها إلى هيئة الأبنية التعليمية، وتم الانتهاء من مدرسة تعليم برضو أساسي 33 فصل، تم تسليم وسميت بمركز الطفولة السعيدة، وتم تسليمها إلى وزارة التضامن الاجتماعي. طبعا موجود عندنا مخبزين وجاري التسليم إلى وزارة التموين، بالإضافة إلى حضانة تم الانتهاء منها ومركز طبي، وبالإضافة طبعا ده أساسي عندنا اللي هو مسجد وكنيسة. يعني احنا موفرين خدمات كتير ما شاء الله طبعاً في المشروع.